من بون الألمانية انضم لنا السيد جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسات قضايا الإرهاب والاستخبارات. أنتقل الآن للنقاش مع السيد جاسم. التقرير قبل قليل تحدث عن عودة عائلات داعش إلى أوروبا وما يشكله ذلك من تحدي أمني. قبل ذلك، هل من إحصاءات، هل من أرقام دقيقة عن عدد ربما المنتمين لداعش الأوروبيون الذين لا يزالون في مراكز الاحتجاز سواء في سوريا أو في العراق تحديدا، وهناك تخوفات من عودتهم فيما يخص أوروبا؟ الإحصائيات الأخيرة ذكرت هنالك ما يقارب 5000 مقاتل أوروبي التحق بالقتال في سوريا والعراق، وهي موزعة على عدد من الدول الأوروبية. عاد منهم تقريبا يعني 30%، يعني نحن نتحدث ربما عن 1700 إلى 2000 مقاتل عاد من سوح القتال إلى أوروبا، إضافة إلى أنه تم قتل حوالي 10%. أما ما يتعلق في ألمانيا، كان هنالك عدد ذكرت خلال شهر فبراير عودة 50 مقاتل، وكذلك تتوقع ألمانيا وجود حوالي 100 طفل في سوريا والعراق، وهنالك تقريبا 200 من زوجات الدواعش من المرتقب أن يعودن إلى ألمانيا. يعني هذه الإحصائيات العامة إلى دول أوروبا. طيب، التحدي الأمني الذي تواجهه عودتهم، نعلم بأن هناك تحدي كبير، هناك خشية كبيرة من عودة من داعش ومن العائدون من داعش، سواء من قبل المجتمعات كيف يمكن احتواء هؤلاء النسوة، هؤلاء الأطفال، أو من قبل الأفراد الذين انتموا فيما قبل لداعش. كيف تتجهز أوروبا لهذا التحدي ولهذه المواجهة؟ لا توجد معايير ثابتة لدى دول أوروبا، لكن بشكل عام هنالك أحكام قضائية ضد العائدين، وكذلك خلال فترة الأحكام القضائية هنالك أيضا بدأت دول أوروبا تعتمد سياسات محاربة التطرف. محاربة التطرف أن تقوم هنالك لجان في المناصحة الفكرية والمناصحة الأيديولوجية أو في نزع الأيديولوجية المتطرفة خلال فترة الاعتقال في السجن، وكذلك ما بعدها، وخلال السجن وما بعدها بالتأكيد تكون هنالك دعم نفسي وكذلك رعاية اجتماعية إلى المقاتل. هذا بشكل عام، لكن فرنسا وبريطانيا تختلف ربما بفرض إجراءات أكثر صرامة. حتى الأحكام القضائية هي أحكام شديدة، هي تدين كل من يلتحق في سوريا والعراق، لكن ألمانيا تحتاج إلى شواهد وأدلة، فإذا لا توجد معيار ثابت في دول أوروبا بالتعامل. نعم. طيب، إذا ما تحدثنا عن ألمانيا حصرا فيما يخص المجتمع الألماني، كيف ينظر إلى العائدات يعني في من النسوة؟ نعلم بأن هناك بعضهن ذهبن حوامل أو عدن بأطفال، كيف ينظرون إلى هؤلاء الأطفال من أطفال داعش؟ يعني هل يحتويهم المجتمع؟ هل يجهزون لهم رعاية اجتماعية؟ أم هناك لا تزال نظرة بأنهم انتموا لداعش في فترة ما؟ النظرة العامة إلى المجتمع وكذلك إلى المؤسسات الألمانية بأن هنالك نظرة إنسانية، لكن في نفس الوقت هنالك مخاوف، فإذا هنالك تقديم إلى الدعم النفسي والاجتماعي إلى هذه باعتبارهم هم ضحايا، لكن في نفس الوقت هنالك احتمالات بأن النساء داعش تحديدا ربما يكون خطر قائم على الأمن في ألمانيا على سبيل المثال. حتى الأطفال هنالك تعامل إنساني مع الأطفال وعزلهم في دور خاصة، وكذلك خلال فترة التحقيق يتم فصلهم عن الأمهات، لكن في نفس الوقت من وجهة نظر استخبارية يقولون الآن لا يمثلون خطر على أمن ألمانيا، لكن عندما يبلغ سن المراهقة ربما هذا الطفل يعي أو المراهق يعي بأن أبيه كان مجاهدا أو أمه كان مجاهدا، فإذا هنالك توجس، هنالك خطر قائم في المجتمعات الأوروبية. وإذا سمحتي لي بأن النساء ينظر إلى النساء بأنهن ربما أخطر حتى من المقاتلين العائدين، كونها يعني تأثيرها على الأطفال على الأسرة، وكذلك في الاستقطاب وفي عمليات التجنيد هنا في أوروبا. شكرا جزيلا لك. من بول ألمانيا سيد جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسات قضايا الإرهاب والاستخبار، كنت معنا عبر سكايب.